فقراء ايه اللي بيتعمل ده؟ عشان فقراء على فكرة، فلوس دي عشان فقراء، عشان شغل الفقراء، عشان اسكان الفقراء، اسكان المصريين يعني، اسكان المصريين كلنا فقراء شعب يعني. الفقراء دي مش عيب، مش عيب ابدا، ولما نتكلم عنها انه ده بيتاخد من الغني عشان يروح للفقير، الدعم ده بيتاخد او الضرائب دي او الحاجات دي بتفرض على الاغنياء، اخد منه وادي لده، اخد منه اللي هو ازود شوية عشان اللي معهوش اعمل له سكن، اللي ما عندوش ضمان اجتماعي اعمل له ضمان اجتماعي، اللي ما عندوش دخل ادي له دخل. ده الموضوع، ادعم مش عارف مين وادعم ايه عشان صالح المواطن ده اللي هم بيتكلموا عليه هم ما يعرفوش. دكتور علي عبد العال النهاردة قال كلام قوي وانا بقطلبه شخصيا على الهواء دلوقتي بعد ما اقول لكم الكلام اللي قاله الدكتور علي عبد العال اللي انا بحييه، لانه ادارة الجلسات الفترة دي صعبة جدا. الله يكون في عون رئيس مجلس النواب، الله انا بقوله الله يكون في عونه على الشغل بيعمله، عنده قوانين مهمة وصعبة وكتيرة ولا بد ان يتم الانتهاء خلال عدد من قوانين خلال العشر ايام الجايين. دكتور علي توعد النواب اللي هم قلت لحضراتكم عليهم، ودول نواب بيقول لك 25-30، فيش حاجة اسمها 25-30، فيش ائتلافات في البرلمان، مش كل مجموعة يقول لك ائتلاف مش عارف مين، مفيش حاجة، هو حاجة واحدة بس اللي هي رسمية دعم مصر، انما 25 و70 و30 و40 الناس يعني ارجو ان احنا كل ده حاجات غير شرعيه. البرلمان يدي موافقه نقول تعظيم، لكن غير شرعيه لحد دلوقتي، غير شرعيه، مفيش حاجه اسمها ائتلاف 25-30. دكتور علي توعد وقال ايه الدكتور علي اللي انا هقوله لحضراتكم؟ انه ما حدث اليوم لن يمر مرور الكرام، خاصه اننا تجاهلنا مثل تلك الامور من قبل لافتا، الى انه سيعقد جلسه سريه وسيطلع النواب على تفاصيل جديده في غايه الخطوره لافتا الى ان هناك محاولات لاسقاط البرلمان. دكتور علي قال الكلام ده لانه طلع هيثم الحريري وخد مجموعه معاه كده وعمل مؤتمر صحفي وقالوا فيه الكلام اللي هو يقولوا، عبروا عن رايهم كيفما شاءوا. انا بقول اي حد يعبر، حريه راي، حريه تعبير، والنائب يقول كلام زي ما هو عايز، ولكن النائب النواب منتخبين او قصد الشعب منتخب النواب دول عشان يفضل يقول كلمته ويقول رايه مش ينسحب. مساله الانسحابات دي اسمها شو اعلامي، وانا بقولها هو على الهوا، اللي بيعمل كده بيعمل شو اعلامي، ونعمل مؤتمر ونعمل فيه ايه ونسوي ايه واللي بتعمله الحكومه واللي بيعمله مش عارف مين، عندك بديل؟ طب ما تقترح بديل. يعني نفسي اي حد، انا معاك مع اي حد، عكس ده قول البديل اللي عندك، ارمي بياضك زي ما بنقول كده على الترابيزه. انا بقترح افكار 1-2-3-10، لكن في ناس ايه موجود ان انا عارض لمجرد المعارضه، ان انا معارض، عارض يا سيدي، محدش ضد المعارضه، هو مش لازم يبقى في مجلس 100% كله نعم نعم، لا خالص، لازم يبقى في صوت اخر، بس الصوت الاخر ايه هو؟ انه في اوقات كده ما ينفعش اسمع حد يحرض ان الناس تنزل الشارع، ما ينفعش اسمع حد يحرض، وده اصلا بيبقى نائب يعني مش مواطن عادي يعني، يعني الكلمه محسوبه، يقول لك ده بيفكرنا بتكرار ما حدث 77 ايام الرئيس سادات. يعني ايه قصدك يعني من الكلام يعني؟ ايه هو؟ ايه الهدف؟ لانه كلام اليومين دول كتير ولت وعجن كتير ورغي كتير بلا حاجه مفيده، والناس مش ناقصه، الناس عايزه يا اما ناس واقفه مع البلد بجد، يا اما في ناس بصراحه بتعمل اعمال احنا لازم نبقى عارفينها. وانا هنا بطالب الدكتور علي عبد العال على الهواء، عليه ان يكشف للراي العام ما قاله الدكتور علي عبد العال، مش جلسه سريه، حضرتك اعمل جلسه سريه بس الاعلام والراي العام عليه ان يعرف الحقائق. سيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حضرتك قلت هذا الكلام النهارده في الجلسه قدام الجميع، انه هتطلع النواب على تفاصيل جديده في غايه الخطوره، عايزين نعرف ايه التفاصيل ومن عايز يسقط البرلمان. لا احنا هنسمح ولا الشعب هيسمح، فعليك ان تفضح وتكشف من يريد ان يسقط البرلمان من فضلك. الشعب انتخبكم وان يكون هناك شفافيه لاعلانها للراي العام بكل قوه، واحنا واقفين في ظهر البرلمان قلتها من اول يوم، ووقت الانتخابات واقف مع الجميع، ما كنتش ضد حد الا اللي كانوا بتجربة الدين، ولكن الباقي واقف معاهم. وبدعم البرلمان ده من اول يوم، وافضل ادعم البرلمان ده لاخر وقت.
لانه ما عندناش حل، لانه هو عايز النهارده يعمل لك الحكايه دي، يصدر لك ازمات مع البرلمان. وانسى اصل البرلمان ده مش بتاعنا، البرلمان ده مش بتاع الشعب، اصل البرلمان ده بيعمل ايه وبيعبر، لا البرلمان ده بتاع الشعب والشعب هو اللي منتخبه، وانتخابات حره ما فيهاش صوت واحد حد يقدر يقول عليه مزور.